السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. في هذا الفيديو القصير جدا سأتكلم إلى من يعاني من الوسواس القهري، لكن قبل البدء أخي الكريم أختي الكريمة، نتمنى منكم الدعم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضغط لايك ليصلكم كل جديد إن شاء الله عز وجل. أخي الكريم أختي الكريمة، إذا كنتم تعانون من الوسواس القهري فاسمعوا نصيحتي. أولا، داوموا على قراءة سورة البقرة، وداوموا على قيام الليل، وتقربوا إلى الله عز وجل أكثر وأكثر بالنوافل، وصلوا الصلاة في وقتها، والحمد لله سيتغير حالكم من حال إلى حال. هذه يعني عن تجربة، اتبعوا هذه النصائح أقسم لكم بالله العلي العظيم سيتغير حالكم من حال إلى حال، وتتعالجون من الوسواس القهري بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.